اهلا بيكم مره تانية. خلونا نروح بقى على السريع ونتابع ونتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه من خلال زميلتنا سالة حامد، هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا سالة، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير، وطبعا خليني اصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده طبعا هكون معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. ويمكن خليني اقول لكم امبارح ان اليوم كان يعني يوم اهلاوي مميز في جميع الالعاب او العاب الصالات في نادي الاهلي. وخلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال اللي قدروا امبارح يعني تحت قياده الكابتن او مستر اوجاست ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي ان هم يحققوا فوز مهم على نادي الزمالك في مباراه النصف النهائي من بطوله كاس مصر. ويمكن النادي الاهلي يعني حققوا الفوز ده على نادي الزمالك للمره الثالثه على التوالي في المباريات في بطوله كاس مصر. امبارح النتيجه كانت 77-67 بفارق 10 نقاط. النادي الاهلي تاهل لمباراه الفاينل او مباراه الدور النهائي من بطوله كاس مصر، وان شاء الله بكره هتكون المباراه على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، وهنواجه نادي الاتحاد السكندري بكرة إن شاء الله. يمكن خليني شوية أتكلم على مباراة أمس، ويمكن شاهدنا أو شاهد التألق كبير جدا من جانب جميع لاعبي النادي الأهلي إمبارح، وبالأخص عمرو الجندي وأحمد إسماعيل. يمكن عمرو الجندي كان هو توب سكورر في مباراة أمس برصيد 20 نقطة سجلهم عمرو الجندي من أصل 77 نقطة، وكمان كان في تألق كبير جدا من أحمد إسماعيل بالذات في الجانب الدفاعي. ومش بس أحمد إسماعيل ولا عمرو الجندي، كل اللعيبة صراحة من الجانب الهجومي ومن الجانب الدفاعي كانوا في تألق كبير جدا في مباراة أمس. النهاردة إن شاء الله يعني بدون راحة لاعيبة النادي الأهلي هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعدوا لمباراة بكرة، وهم كمان حاليا في معسكر مغلق في احد الفنادق بالقرب من ملعب المباراه وهو ملعب او صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادس من اكتوبر. ده بالنسبه لرجال السله. كمان سيدات اليد امبارح حققوا فوز مهم على نادي الزمالك بنتيجة 35-17، ودي كانت يعني مباراة من ضمن مباريات في المرحلة الثانية من بطولة الدوري المحترفين لكرة اليد في المباراة اللي أقيمت هنا داخل النادي الأهلي على صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. والنهاردة إن شاء الله لاعبات النادي الأهلي تحت قيادة الكابتن يحيى يوسف هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات، وبكرة هيعودوا للتدريبات الجماعية عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة في بطولة الدوري أمام نادي الطيران. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان الماسترز او رجال الطايره تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي امبارح حققوا فوز مهم على نادي طلائع الجيش بثلاث اشواط مقابل لا شيء، ودي كانت الجوله السادسه في المرحله الترتيبيه لبطوله الدوري الممتاز للكره الطايره، المرحله الترتيبيه للفرق. ان حاليا يعني بيتم ترتيب الفرق على حسب عدد النقاط اللي بيحصلوا عليها من خلال جميع المباريات. النهارده ان شاء الله هتكون اخر مباراه لنادي الاهلي في الجوله الاخيره من بطوله الدوري امام نادي الزمالك في المباراه اللي هتقام ان شاء الله على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. ولكن يعني بالرغم من مباراه النهارده كده النادي الاهلي يعني تاهل او ضمن تاهله لل المباريات القادمة إن شاء الله، وكمان يعني ضمن إن هو حاليا في المركز الأول من ضمن الترتيب الفرق في بطولة الدوري برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباريات حصل عليها النادي الأهلي. يعني في كل مباراة فزنا بثلاث أشواط مقابل لا شيء، وما خسرناش يعني ولا شوط ولا مباراة الحمد لله في بطولة الدوري. فكده النادي الاهلي تاهل للمرحله القادمه برصيد 18 نقطه قبل يعني ما يواجه النهارده نادي الزمالك، وكده المرحله اللي جايه ان شاء الله هتكون مرحله البلاي اوفز 3، انه النادي الاهلي يلعب يعني احد الفرق ثلاث مرات في بطوله الدوري، وان شاء الله هيلعب نادي هليوبلس الفتره القادمه ثلاث مباريات، ولازم النادي الاهلي يفوز في مباراتين من اصل ثلاث مباريات عشان يتاهل للدور اللي بعديه بعد الدور الثمانيه. كمان استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان فتيات الذهب او سيدات الطايره النهارده ان شاء الله هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي داخل مقر النادي الاهلي عشان عندهم مباراه مهمه بكره مع نادي الزمالك، ودي هتكون المباراة الأخيرة أو الجولة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز للكرة الطايرة. بتمنى لهم التوفيق، وبتمنى التوفيق لجميع لاعبي النادي الأهلي في جميع الفرق داخل النادي الأهلي. أكيد أنا معاكم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو، الكلمة ليكم. نشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة سالة حامد على هذه التغطية.